صباح الخير. أهلا. بداية يعني أستاذ بلير، حضرتك امبارح صرحت لصحيفة الشرق الأوسط وقلت أنه نسبة الحجوزات بالفنادق منذ شهر أكتوبر معدومة، وقلت أيضا مجرد التهديد بالصيف الساخن، إضافة إلى استمرار الحرب في الجنوب، سببان كافيان لعدم إقدام عدد كبير من المغتربين والسياح على الحجز للمجيء إلى لبنان. وذكرت أيضا أنه مؤشرات الحجوزات تبدأ عادة الظهور بأوائل شهر أيار، أي هذا الشهر، لكن هذا العام هي معدومة. خبرنا أكثر هالسنة عن السياحة بلبنان وعن الصيفية وعن الحجوزات وعن تأثير الحرب على السياحة بلبنان. يعني مثل ما بتعرفي، من وقت أكتوبر بلشت الحرب بغزة، وصار في مشاكل كمان، حرب بلشت كمان بجنوب. يعني وقت اللي بيكون في كلمة حرب، يعني بيكونوا عم يحكوا عن لا استقرار، توقف السياحة، بيكون في مظاهرة توقف السياحة. كيف وديك انت انه وقت اللي بيكون في حرب وآلاف القتلى من ميلة، وعنا نحن في مئات القتلى، وبيحكوا عن مثل ما بيقولوا بيوت بالآلاف يلي هي مهدومة، وقت اللي بيكون القصف وصل على منطقة بعلبك، يعني هيدي بتخلي الإنكان اللبناني أو غير لبناني ما يفكر أنه يجي على لبنان. بذات الوقت وقت اللي بلشت الحرب، نحن كل الرعاية الأجانب طلب منهم أنه يطلعوا من لبنان. في بعض السفرات قلصت الطواقم تبعها هي بلبنان. فلهالسبب كل دول العالم منعت رعاياها من المجيء إلى لبنان. ما بيبقى عنا نحن غير مبدئياً المغترب اللبناني. هلا بالنسبة للمغترب اللبناني، عم بيبين معنا انه المغترب اللي عم يجي كان بهالكثافة بالسنين الماضية، عم يتردد السنة يجي الى لبنان. هلا اكيد يلي عايشين بدول العربية واللي عايشين بافريقيا وقسم من اللي قاعدين بمنطقة اوروبا القريبة كتير، ويلي هن تركوا لبنان من فترة قصيرة، هؤلاء عم يرجعوا كلهم. أما يلي وعدنا فيه هي أنه الحرب على لبنان حرب شاملة على لبنان، بتخلي كل الناس اللي كانت موجودة بأستراليا بكندا قسم كبير منهم يتردد. وإذا قرروا اليوم أنه يقرروا يجوا على لبنان، أصبحت تيكتات الطيارة غالية لدرجة أنه ممكن كمان ماديا ما يقدروا يصالوا على لبنان. هلا بذات الوقت عم تحكي انت عن الفنادق والشقق المفروشه والمطاعم والمقاهي والملاهي. هلا هيدي بتنقسم شقين. اللبناني اللي بيجي على لبنان بالمبدا مفروض اغلبيتهم و90% منهم عندهم بيوتهم بلبنان. انطلاقا من هالواقع، اليوم عم يجي يقعد ببيته ويروح يزور بعض المناطق بالصيفية. اليوم منطقة بعلبك ما رح يقدر يزورها. نحن اللي كنا نروح على مناطق جنوب ما رح فينا نروح على مناطق جنوب. ففي قسم من لبنان صعب انك انت تروحي عليها. بيبقى عندك جبل لبنان الشمال، اوكي، وهالمناطق هيدي اللي هي ممكن تنزار. لهالسبب اليوم نحن بنعتبر الواقع تبعنا ما في عنا حجوزات مبينة مثل ما كان يكون فيه بالزمانات، لأنه بتعرفي الشاشة عنا في حجوزات بالنسبة للصيفية كانت ولا بعض الصيفية. لهالسبب اليوم ما مبين الكثافة، فيش بعض الحجوزات أكيد، بدل في ناس بدها تجي على لبنان، بس بذات الوقت ما عنا أمل أنه نوصل للأرقام اللي كنا وصلنا لها السنة الماضية. وبتعرفي نحن قاطرة أساسية للاقتصاد اللبناني، فلهالسبب ممكن يكون الأرقام المالية السنة للبنان ضعيفة.
نعم بس استاذ بيير، يعني طبعا ما في شك انه الحرب كثير اثرت على لبنان وعلى السياحه بلبنان وعلى الصيفيه بلبنان، ولكن بالمقابل كمان عم نشوف انه هالسنه في مهرجانات، في حفلات، يعني عمرو دياب رجع هالسنه على لبنان، في حفلات لكثير نجوم عرب، قازم الساهر، انه هولي كمان ما في تخوف انه يجوا على لبنان، يعني مثلا هولي فنانين عرب مش لبنانيه جايين على لبنان يعملوا حفلات وفي حجوزات بالالاف. ما في شك انه اللبناني اللي باقي بلبنان، اللي باقي بلبنان طالب الحياة، حابب يعيش مثل ما كان عايش، واللبناني مثل ما بتعرفي يعني وين ما حطيتيه حابب يعيش ذات الحياة اللي هي موجودة. ونحن مرقنا بحروب كتيرة، يعني نعرف انه بفترات الحروب الناس كمان بدها تفش خلقها مثل ما بيقولوا. لهالسبب بتشوفي انه مهرجانات فيه، حفلات فيه، اعراس فيه، كل هالقضايا. بس الواقع تبعنا نحن مش انه متشائمين، نحن عم نشرح الواقع تبع لبنان، ونحن منأكد انه اللبناني وين ما حطيه بالحبس بيعمل حفلة. على سبب اليوم ما في شك انه المطاعم عم تفتح، في مطاعم عم تفتح بمناطق كتيرة بلبنان عم تفتح، لانه في عندك هالشعب هيدا والافراد هولي وهالمستثمرين مؤمنين بقدرات لبنان. واليوم مثل ما بتعرفي السياحة انتشرت الى جميع مناطق لبنان، فاليوم بتشوفي انه براس بعلبك وبالضنية وبالناقورة وبكل المناطق اللبنانية عم ينفتح مؤسسات ايواء، يعني يلي هن منسميهم نحن الجاست هاوس، بيوت الضيافة، يلي هي نشرت السياحة على كل الاراضي اللبنانية. نحن قبل سنة 19 ما كان عنا هالسياحة اللي هي موجودة اليوم، وسياحة الأدفنشر، يعني سياحة اللي كلها قضايا رياضية ومشي بالأحراش وبسكليتات وتعربش على مثل ما بيقولوا، هيدي كلها نميت كمان من بعد كوفيد. فلهالسبب اليوم بتشوفي في مناطق رائجة، في حفلات بدها تصير. لبناني ما بيغير جوه، ما بيغير نوعية حياته، هذا اللي عم نقوله. طيب اليوم منطقة البترون مثلا آمنة، ما فيها قصف، ما فيها حرب، كيف السياحة اليوم هالسنة بمنطقة البترون مثل السنة الماضية ولا خفت كمان؟ منطقة البترون رح يكون مبدئيا يعني السياحة فيها مثل أي سنة، بس بتقليلي في زيت الأعداد اللي كانت رح تكون سنة الماضية، هيدي بدنا ننتظر ونشوف، لأنه في مثل ما بيقولوا مصارعة ما بين المناطق كلياتها، كل المناطق عم تحضر حالها، كل المناطق عندها جهوزية. بس بذات الوقت اليوم وقت اللي دخل لعندك سنة الماضي الغرب يعني أوروبا، إجا بكثافة سواح من الأوروبيين، إجا سواح من عدة مناطق من بلدان العالم كلياتها. السنة هولي ما رح يجوا، ما مبين إنه جايين. نحن بنعرف من الحجوزات اللي عنا إياها، قبل كانوا يقولوا لك في 20 فرنساوي من هون و 50 ألماني من هون، اليوم منهم موجودين هولي. فلهالسبب الأعداد هي محدودة. هلأ ممكن كتير منطقة تعمل حفلة يجيب لعندها لمنطقتها أكثر من غيرها، بس هيدي عم نحكي نحن عن سياحة بكل لبنان. ما فيني أحكي إنه اليوم إذا صيدا وصور والناقورة مش ماشي الحال، ما في اعتبر انه السياحة بألف غير. طب اخر سؤال، انت اليوم بتشجع اللبناني والسياح يجي على لبنان هالسنة ويصيف بلبنان؟ يعني نحن موجودين هون، عرفتي كيف، ومنشجع الناس، عرفتي كيف، بس مثل ما بتعرفي انا سمعت الاخبار تبعك انت. نعم. وعم نسمع الاخبار بكل دول العالم. وقت اللي انت بتشوفي تلاميذ الجامعات نازلين يتظاهروا ضد اسرائيل، ليه؟ لانه في قتل، في مجزره عم بتصير. طب هالخبر هيدا اللي عم ينحكى عن مجزره موجوده وين ما كان بالعالم ونحن ضمن هالمجزره هيدي، نحن يعني بيتردد الواحد انه يجي. اذا انت عندك اولاد وعائله موجوده برا وبيجي بيقولوا لك انه في حرب ساخنة وفي صيف ساخن وفي تهديد من قبل نتنياهو، ما هو أخوة هذا أنه بالنهاية تطلبي من أولادك وتصري عليهم أنه يجوا أو تتركي لهم الحرية، هذا بكل واقعية بكل صراحة.
بس اليوم ما بتشوف انه بس اهالي الجنوب هن اللي متضرروا من هيدي الحرب، انه الحياه ببيروت جدا طبيعيه، المطاعم على طول مفوله، الحفلات، اماكن السهر، هلا البحوره فتحوا، الناس كلها عم تنزل. انه انا بحس صراحه بهالحرب اللي انظلم هو اهل الجنوب واللي تضرر هو اهل الجنوب، يمكن السياحه بصور وبالناقوره هي اللي تضررت، اما ببيروت الحياه جدا طبيعيه. هي جدا طبيعيه ببيروت اكيد. ما رجعت قلت لي نحن اللبنانيه صرنا 50 سنة بظروف حرب، صرنا 50 سنة. انه اليوم وقت اللي كان في حرب ال 15 سنة ما كان في سهر وما كان في بسط وما كان في شو اسمه، اجا خوليو سنة 80 على لبنان غنى، عرفتي خوليو إكليزياس اجا على لبنان غنى سنة 80. فاليوم مش معناتها الحفلات هي انه ما في حرب، مش معناتها الحفلات انه تراجعت السياحة. نحن عم نحكي عن الواقع طبعاً، نحن الحفلة رح تضلها موجودة مثل ما قلت لك، اللبناني إن كان بالحبس بيعمل حفلة صحيح. لهالسبب نوعية الحياة اللي نحن عنا إياها، ولهالسبب في صراع نحن بيننا وبين كثير من المؤسسات، بيننا ومن كثير من الأحزاب على نوعية الحياة اللي عنا إياها. نعم، رئيس اتحاد النقابات السياحية الأستاذ بيير الأشقر، شكراً لك.